اليوم الحضور ديالنا التواجد ديالنا هو في اطار مؤازره هاد الزاره ديال مولاي عبد الله في هاد الوقفه الاحتجاجيه اللي كيطالبوا بمطالب بسيطه جدا وهو تاهيل المزاره ديالهم تبقى القرار ديال لونسا، وان كان هذا القرار نعتبره نحن في العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان قرار مجحف في حقهم، وكذلك المطالبه بعمليه الذبح البديل فين غيذبحوا في هذه المده اللي باغيين ياهلوا فيها هاد المزرعه دي. لا تجاوب لا على مستوى العمله ولا على مستوى لونسا ولا على مستوى جماعه مولاي عبد الله. بالتالي في هذا اليوم ديال الثاني في الاحتجاج اللي قررنا فيه غناخذوا فيه اعتصام بطبيعه الحال ديال اليوم انذاري، ومن بعد غادي تكون عندنا عوده يوم الاثنين ان شاء الله الا ما تحلتش الامورات ولا ما كان حتى شي حل اللي هو يرضي هذا الزر. هذه بطبيعه الحال ستكون لنا عوده هنا وسيكون اعتصام مفتوح. اذا كنسجلوا الغياب التام ديال رئيس جماعه مولاي عبد الله من اجل فتح حوار بطبيعه الحال مع هاد الناس، هذا مشكل. انتم كتشوفوا هذه وقفه احتجاجيه سلميه من اجل اثاره واحد الرساله قويه الى المسؤول الاول على الاقليم اللي هو السيد العامل. بالتالي الى حدود الساعه اللي كنعطي فيها التصريح هذا موقع ديال شوف تي في اللي من خلال هاد الوقفه كنحييهم اولا لانهم دائما يواكبون المحطات الاحتجاج ديال الناس المظلومين المهمشين الفقراء الى اخره. باسم العصبه المغربيه المكتب الاقليمي نحيي الموقع ديالكم بحراره. اذا قلت على ان هذه الوقفه هي الثانيه وسيتخلل اليوم اعتصام بطبيعة الحال ليوم واحد انذاري ربما لفسح المجال للحوار ان كان هناك حوار. هذه قرار نعتبره قرارا سياسيا لانه كانت هناك امور على مستوى العمل باش يكون الذبح في هذه المزرعه لان عندها مواصفات عصراء عالميه الى اخر ما ينتج، ولكنه قرارا اصبح اليوم وطني. احنا ما عرفناش هذا المطور علاش تسد علينا بسلسله المهمة اللي حنا كنخلصوا عليها 4000 باقا ما تسلختش، والجلد يخلص السلك، الفروج ديال الدجاج كيخلص درهم، لجام عامرة ديال الشعير كيخلص عليها السلك، الموتور يخلص جرام، طوموبيل 100 ريال، فين كتمشي الفلوس؟ قال لك فلوس ما كايناش، خدها راه 1000 ريال كيطول، قال لك فلوس ما كايناش، وما كاينش اللي تسوقنا، السوق قبل اللحم، الناس كدور باغا اللحم ما كاينش اللي تسوقنا، مشينا شحال من نهار ما كاينش اللي تسوقنا، ما كاينش اللي جا عندنا. انا الموجود الله انا اللي كنهضر معكم عندي 6 باكيت ديال الدواء عند راسي في البيت ديال الناس باش غنشريهم، نزموس ونمشي نكريسي. ها عندي ولادي واحد خدام معايا عنده ولادو، فين غنمشيو حنا؟ ما علمتونا ما درتو لينا شي حاجه ونمشيو. الى خاسر هذاك المطار نذبحو جديده، ديك النهار كانت جديده خاسره ذبح المولى عبد الله، نذبحو السيد ولاد وعزيز. علاش الرئيس ديال الجامعه ديال ولاد بوعزيز وقف معانا وخلى السرق صالحو لينا ونذبحو فيه؟ علاش جماعه مولاي عبد الله علاش ما جاش عندنا واحد؟ السبيطار سبيطار خنز مسدود كيداروا على القرعه ديال البطاطين، ردوا 220 ريال فين ردوا وزاره الصحه ويطالعوا بينا؟ اكبر جماعه البطوان مكري بجوج المليون و700 الشهر من دون الارباح اللي كيصور ذاك السيد الشهر، شحال ضربوها في العام شحال؟ فين 30 عركة فلوس؟ وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. سيدي حنا ما عندنا باش نعيشوا 12 واحد الدار ولا خدمنا خدمة ما نخدموش، نموتوا بالجوع كيف غنديروا فين غنمشيو؟ 12 درهم في الدار ما عندنا ما ناكلوا ما عندنا ما نشربوا، ما عندنا 86 عام انا في عمري والدينا كانوا بالزهرة، وهذا الدبيع اللي بغا يذبح عنا هذاك السيد الميت لما في فرنسا راه يجيبو ودفنوه في البلاد، علاش يدفنوه ما يدفنوا ليه؟ ذبيحة تكون عندنا في البلاد ونعيشو في البلاد، وكل رجل جمع 30 واحد عايشة فيه، أشنو هو الحالة؟ حالة خايبة هذي. عاش الملك عاش الملك. احنا خويا من القزاره ديال مولاي عبد الله، هاد الناس ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل، جراو علينا من السوق ما خلونا نذبحوا ما خلونا نديروا حتى شي حاجه، رئيس الجامعه كيتهرب علينا ما بغى يدير معنا حتى شي حل، راه هو السيد العامل وما عرفناش حنا فين غنمشيو نصدوا في هاد البلاد، ما الناس مستعمرين ما باغيين يخليونا نكازرو ما باغيين يخليونا نخدموا حتى شي حاجه. شوف حنا هاد الرساله كنوجهوها لصاحب جلاله الله ينصره، الاصل ديال المشكل قال لك غنصلحوا لكم حابسيننا على الذبيحه، قال لك سيروا ذبحوا عدوه الزروال،
حنا علاش غنمشيو نذبحوا على ود زروال؟ حنا كنذبحوا في السوق، كي غنديروا لها الذبيحه ديال ود زروال؟ حنا الناس ما كيتسوقوناش الا جبنا لهم اللحم ديال ود زروال، كيقول لك الذبيحه ديالو ما دايزاش، ماشي على طبيعتها. والناس كتجي، حنا انا الاول طالق فوق مليون ديال الفلوس في السوق، ملي باقي غنشدها. هادشي راه حشومه وعار وعيب على هاد المسؤولين اللي كيديروا معنا هادشي.